صيف يعني حر، وطالما حر يعني تكييف، وطالما تكييفات ما نقدرش ننسى شارب، وطالما شارب يبقى يلا بينا على أقوى ريفيو وهنتعلم ننظف لوحدنا وكمان شرح للريموت. السلام عليكم ورحمة الله، إزايكم عاملين إيه؟ يا رب أيامكم كلها تبقى سعادة وهنا يا رب. النهاردة هنعمل حلقة حلوة جدا بمناسبة الجو الفظيع اللي احنا فيه ده، الحر الرهيب، النار الرهيب، شايفين طبعا اللي على الحيطة الجميل اللي قدامكم ده، تكييف شارب 3 حصان. خلينا نتكلم عن ان قدرة الحصان بترجع للمساحة الخاصة بالتكييف اللي بيغطيها، فطبعا 3 1.5 5 4 ايا كانت الحصان اللي عندك بقى، ايا كانت المساحة اللي عندك اللي هتغطيه. يلا بينا نبدأ الريفيو بتاعنا. هنتكلم النهاردة على كذا حاجة، هنتكلم عن الشكل، شرح تفصيلي للريموت الخاص بشارب، هنتكلم عن الموديل نفسه، الموديل ده 2019، في طبعا موديلات نزلت احدث بريموتات احدث، بس هنتكلم عن ده اللي لسه حتى الآن بيعرض مع ضمان شركة العربي اللي ما فيش طبعا حد بينافسه، أو المنافسين ليه قليلين جدا في السوق. تكييف من أقوى التكييفات اللي ثابت نفسه حتى الآن في الأرض المصرية وكمان في كل الدول اللي حوالينا العربية. تكييف شارب تكييف مش قليل أبدا، ماركة شارب تبع ضمان العربي، وشركة العربي من الشركات الكويسة القوية جدا جدا في السوق المصري. خلينا نبدأ ونشوف. أول حاجة هنتكلم عنها انسيابية التكييف يا جماعة، شياكة، شكل تحفة. أحسن حاجة فيه هي بسطته، تكييف بسيط جدا يليق مع أي ديكور للبيت. بيقدموا منه دلوقتي أكتر من لون، أعتقد نزل اللون الأحمر، اللون بتاعه يجنن. خلينا نقرب الكاميرا للإنسيابية والجمال. هنا التكييف باللون الأوف وايت مع السن الفضي اللي في النص ده بيديله شياكة حلوة جدا، وزي ما قلنا بيليق مع ديكورات بيت كتيرة جدا. ناس كتير بتهتم باللون بتاع الفانة الداخلية وانه ازاي هيماتش مع الديكور ومع الالوان الخاصه بالبيت. خلينا نقول ان الاوف وايت هو احسن الالوان، هنحطه في اي حته هيليق وهيدينا الشكل المناسب والحاجه الكويسه اللي زي الفل. طيب بالنسبة لمساحة التغطية الخاصة بتكييف شارب التلاتة حصان، الشركة بتقول لي بيغطي لحد مساحة 25 متر مربع، ضروري انها تكون مش دور اخير ومعزولة حراريا، فبتديني تغطية كويسة. خليني أقول لك المفاجأة، إن أنا حاطة التكييف ده في مساحة أعلى، حوالي مساحة 27 أو 28 متر، وطبعاً هي مش دور أخير، وعندي جنبي بالضبط في بلكونة مش متسلط عليها الشمس بشكل كبير، بس المساحة أكبر من اللي الشركة قايلاه. والمفاجأة هنا إن قوة التبريد الخاصة بالتكييف يا جماعة جبارة، الله أكبر، قوة تكييف جبارة. أنت من أول ما بتدوس على زرار الباور بتاخد من التكييف شغل وأداء غير عادي. طب هنرجع هنتكلم عن الصوت، مفيش صوت، انت قاعد مفيش حرفيا صوت بيطلع لك من الجهاز، حاجة كده هادية لذيذة لنوم هادي، هتحطه في أوضة نوم، هتحطه في الريسبشن، فعلا مش هتحس غير بالهواء السائع بس. طيب تعالوا نتكلم بقى عن حاجة تانية، الديزاين. الديزاين بتاع التكييف والخامات المصنعة للتكييف نفسه خامات محترمة جدا. الناس دي يا جماعة مش بتهزر، مش بتحط لك أي حاجة، مش بتجيب لك أي خامة وأي ماتيريال وتحطه في التكييف وتستخدمه، لا، أنت بتاخد جهاز مصقول بتحس بيه من أول ما بتمسك الجهاز من بره، بتعرف إيه الجهاز اللي محطوط فيه مواد مصنعة محترمة وإيه الجهاز اللي محطوط فيه أي حاجة وخلاص، المهم إن أنا هقفل لك تكييف وتفضل بقى البس بعدين في كذا حاجة تانية. طيب التكييف شارب هنبدأ نشرح الريموت بتاعه. الريموت بتاعه أولا الديزاين بتاعه سامبل جدا، الزراير بتاعته ما تلخبطكش، محدد لك كل حاجة كويس قوي قوي. خلينا نقرب الريموت ونبدأ. أول حاجة عندي الزرار اللي هو باللون الأورنج ده، الزرار ده طبعا الخاص بالباور. الريموت عندي فيه زراير مش كتيرة، ما يتعدوش العشر زراير، ممكن نعدهم مع بعض. هندوس أول حاجة على زرار الباور. زرار الباور ده بيديني اللي هو البيب تون في الأول، اللي هي بيب اللي هي بتعمل في أي جهاز، أنا بحاول ألتلكوا بالصوت ده، الصوت الوحيد اللي هتسمعوه في الجهاز، مفيش أصوات تانية. عندي هنا الأول ما بيتفتح السوينج، والله أنا حاسة بالبرودة من أول التكة الأولانية، أنا أول ما بتك أول مرة أنا بحس بالبرودة. هو السوينج مجرد ما بتتحرك، السوينج يعني الريشة،
اول ما بتتحرك بينزل على طول الهواء ساقع. اوكي، السوينج بتتحرك حركه كامله من لاسفل وبترجع مره تانية لفوق، دي بدايه التشغيل. عندي هنا اول زرارين بتوع التمبريتشر اللي هو السهم لفوق وسهم لتحت، ده بتاع ارتفاع وتقليل الحراره. التكييف اللي قدامنا ده يا جماعه بارد ساخن، يعني هتلاقوا هنا عندي المود بتاعي فيه حاجات تبريد وفي حاجات ليها علاقه بالتسخين لو انا عايزه اشغله في الشتاء. يبقى ده اول زرارين التمبريتشر فوق وتحت، وده زرار الباور زي ما احنا قلنا. طيب عندي هنا الزرار بتاع التربو اللي انا دايس عليه. زرار التربو ده يا جماعه، الزرار ده يعني لو انا دخلت في يوم حر جدا، درجه الحراره فظيعه، عايزه فجاه كده الاوضه تسقع بسرعه رهيبه جدا، طبعا التكييف لما بظبطه على درجه بروده معينه بياخد بعض دقائق علشان يوصلني لدرجه البروده دي. طب انا عايزه اوصل بسرعه ومش عايزه استنى، هشغل التربو. التربو ده في وقت اقل كتير من اللي التكييف بيحتاجه، ده اصلا كده كده التكييف ما بياخدش وقت اقل بقى من الوقت اللي احنا بنتكلم عليه ده، هيوصل لك درجه البروده اللي انت مختارها لأعلى حاجة، هتوصل لدرجة البرودة في أسرع وقت ممكن. فده الزرار الخاص بالترب، وده بنشغله يعني في الحالات، مش هتشغله كتير، ده لو عندك عدد وعندك حرارة شديدة جدا ومحتاج قدرة أعلى من التكييف. عندك هنا زرار المود بقى، ده مختص بالمود المختلف بتاع التكييف. خلينا أول حاجة هنا، ده مود التشغيل العادي خالص ومستوى البرودة في المكان، تمام؟ طيب خلينا هنا ندوس كل البروجرامز اللي موجودة في المود عشان نشرح واحدة واحدة، خلاص؟ فده زي ما قلنا مستوى البرودة. تاني مود ده هتلاقي فوق هنا علامة الشمس، تمام؟ الشمس ديت معناها ان التكييف هنا مجهز على التسخين، انه هنا هيتحول لدفاية طبعا، بس مش نفس قدرة الدفاية على كتير. فخلينا ننتقل على حاجة تانية عشان ما نسيحش كلنا قبل ما نسيح. طبعا هنا الدرجة بتاعة البرودة والتسخين بتختلف وهنتكلم عنها قدام. هنا المود الخاص بالتبريد، تمام؟ هنا ثانية واحدة، اوكي، أو ده مود التبريد اهو، هتلاقي العلامة بتاعته فوق زي شبه الترس شوية كده، وده منه ان انا كده في المود الخاص بالتبريد. عندي هنا تاني حاجة الفان، الزر انا بدوس عليه اللي هو تحت المود. الفان عندي ثلاث سرعات، سرعة اولى وتانية وتالتة. طبعا السرعة التالتة دي بنشغلها لما تكون الدنيا يعني ما فيش بعد كده. السرعة الأولى، السرعة الثانية نقدر نقول إن مستوى الصوت فيها هادي جدا. السرعة الثالثة بنبدأ نسمع صوت ولكن مش صوت مزعج، ده بيبقى أعلى درجات الفان. أنا بالنسبة لي الصوت بالنسبة لي ما يكاد لا يذكر، يعني مش صوت إن أنا أقدر أقول فيه إزعاج أو هتحس إنك أنت سامع صوت. طيب هنا بقى الزرار اللي تحت الفان هي الزرار المسؤول هو السوينج. السوينج بقى لما بدوس عليه بيبدأ يحرك لي السوينج الفوق وتحت، ولما بدوس عليه مرة تانية بيعمل ستوب. يعني أنا دلوقتي حركت السوينج فوق وتحت، عايزة أوقفها في النص، تحت شوية فوق شوية، بقدر أزبط من الزرار التالت اللي إيدي عليه في الريموت ده، يبقى ده زرار السوينج. يبقى زرار السوينج مسؤول عن الريشة أو وضع الريشة عاملة إزاي، وممكن أدوس عليه وأسيبه ما عملش ستوب، هتفضل السوينج طالعة نازلة بتوزع لي الهواء بشكل أفضل داخل الغرفة اللي متواجد فيها الجهاز التكييف. هنتكلم بقى عن الزراير اللي في الجنب دي. عندي هنا زراير في الجنب كده لو تلاحظوا مرسوم عليها ساعات، دي الخاصة بالتايمر. هنا بظبط التايمر، فعندي هنا الزراير دي مسؤولة عن التوقيت. يعني أنا مثلا هنام ومحتاجة التكييف يشتغل ساعة، نص، ساعتين، ثلاثة ويطفي تلقائي من غير ما اضطر إن أنا أصحى من النوم عشان أطفيه، فبقدر أزبط التايمر. طيب أنا زبطت التايمر ومش عايزة خلاص التوقيت ده وعايزة أرجعه تاني للمود العادي، هدوس على الزرار الأخير اللي هو مكتوب عليه كانسل يعني إلغاء، اللي هو التوقيت الخاص بزبط الجهاز. يعني أنا كده خلاص مش عايزة مظبوط على حاجة. تعالوا بقى نتكلم عن الريموت من ورا. أولا الريموت خفيف جدا، عاملين لي هنا حركة لذيذة قوي إن أنا ممكن أحط تعليق للريموت دوت في الحيطة عادي، لو حطيت مسمار أو عادي هيتعلق في الحيطة بعيد عن إيد الأطفال والكلام ده كله. طبعا الريموت خفيف قوي ودي من المميزات الكويسة. بعض التكييفات دلوقتي الريموت الخاص بيها تقيل وفي ناس ما بتحبش ده، ممكن في ناس ما بيفرقش معاها، لكن في ناس فعلا بيفرق معاها الموضوع ده. طبعا مدى البرودة أو السخونية الخاصة بالتكييف بتختلف درجة الحرارة. طيب خلينا نتكلم بقى عن يعني هنا ثانية واحدة،
انا بوريكم بس ان انا دلوقتي بقالي حوالي 8 دقائق او 9 دقائق مشغله التكييف، حرفيا الاوضه بقت ثلاجه، يعني انا ظبطاه على 23 والفان على اول درجه ثلاجه. طيب خلينا نقول ان احسن درجه بروده بيتظبط عليها التكييف هي 24. في الموديل ده ال 24 موفره جدا جدا للطاقه، يعني ما بتستهلكش وما بتسحبش معايا كهرباء بشكل عام. طبعا معظمنا دلوقتي بيبص للاستهلاك الخاص بالكهرباء، الموديلات الجديده اللي نزلت اللي هي نزلت بالانفرتر والداول انفرتر بيبقى بالنسبه لي التقليل من استهلاك الكهرباء بشكل اعلى. التكييف هنا او شارب عامه بتراعي الحته دي في اي منتج بتنزله، بانك لو ظبطتها على درجه بروده معينه، حتى الفني لما بيجي يركب بيقول لك دايما المعلومه ان طول ما انت ظبطه على درجه معينه بيقلل معاك في استهلاك الكهرباء. مش معنى كده ان انا لو قللت البروده ان الدنيا معايا هتبوظ، لا، الدنيا معايا شغاله برضو كويس، ما فيش اي مشكله خالص. بالنسبه للتبريد، اقل درجه للبروده هينزل عليها عندي هنا 20. لو انا عاملاه على المود السخن او عاملاه على مود الدفايه هيبقى اقل حاجه هينزل بيها عندي هتبقى اعلى شويه. يعني انا هنا ظابطه التكييف على مود التبريد، لو انا ظبطته على مود السخن هيبقى اقل حاجه عندي هنا 23 وبيكتر لحد 28. 28 ده في التسخين، فطبعا بعيد عن ان احنا مش عايزين نسيح دلوقتي، فطبعا هنقل المود لانه بيشتغل برضو بيعمل نفس مستوى اداؤه في البرودة هي نفس مستوى الاداء لو انا عايز اعمل الغرفة في حالة الدفء او ان انا اسخن الغرفة، في الاثنين بيديني نتيجة مذهلة كويسة جدا. طيب هنعمل برضو النهاردة حاجة قوية جدا في الحلقة، ناس كتير قوي قوي لما بيطلع التكييف برا الضمان بيبقوا محتارين ان هم نطلب الشركة لا ما نطلبش الشركة، طب الفني بيتأخر علينا، عايزين نعمل تنظيف للفلاتر الخاصة بالتكييف، طب هل الفلتر فعلا لو انا عملت له غسيل هيحصل فيه مشكلة، طب هيتخرم مني، طب هو سهل التركيب، لا مش سهل. كل ده هنجاوب عليه. انا هعمل لكم تجربة عملية دلوقتي في فك الفلتر من التكييف وإعادة تركيبه مرة تانية، وعلى فكرة الموضوع سهل جدا مش صعب خالص وما فيهوش مشكلة. طب احتاجنا ان احنا ننظف الفلتر، احتاجنا ان احنا ما نعملش طلب صيانة طالما التكييف ما فيهوش حاجة وأداؤه زي الفل، ده ممكن نعمله عادي. في ناس بتحتاج انها تنظف الفلتر كل شهر مرة وساعات في الشهر مرتين، فأنا بالنسبة لي ممكن أعمل ده في البيت ما عنديش فيه أي مشكلة خالص. فأنا دلوقتي هوريكم تجربة عملية إزاي إن أنا بفك الفلتر الخاص بالتكييف وبرجع أركبه تاني. طبعا الفلتر ده من الحاجات اللي بتأثر جدا جدا في كفاءة التكييف أو البرودة، وممكن نحس إن الهواء مكتوم لو الفلتر فيه أتربة زيادة، ده بيعلي من صوت التكييف، يعني ممكن نلاقي التكييف صوته عالي، ده من إحدى الأسباب إن ممكن يكون الفلتر عايز تنظيف لو لقينا إن فيه تغير في صوت الأداء الخاص بالجهاز. فالفلتر من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها كويس جدا جدا. تمام. طبعا حتة اختيار التكييف بيتحط فين او الفانة الداخلية بتتحط فين، ده بيبقى بناء على نصيحة من الفني، يعني الفني هو اللي بيقرر التوزيع بتاعها احسن مكان ليه ايه، هركبها فين، الفانة الخارجية هتركب فين، الكلام ده كله. طيب تعالوا هنا بقى نقرب الشاشة شوية كده ونشوف هنفك ازاي. عندي الجزء اللي تحت اللي انتوا شايفينه ده اللي هو الخاص بالسوينج او الخاص بالسوينج اللي هي الريش الخاصة بالتكييف، فوق بقى فوق الخط الرمادي ده بيت الفلاتر. طيب ده بقى هنفكه ازاي؟ انا هنا عايزة افك بيت الفلاتر ده، اولا بيتفك بمنتهى السهولة هوريكو اهو. تمام انا هفكه دلوقتي بقى اهو من الجنب، شايفين الحتة اللي انا مسكها دي بيت الفلتر، من الجنب هضغط كده على الزرار، بصوا حاجة مفيش أسهل من كده، اتفك معايا مفيهوش أي مشكلة، هدوس تاني هرفعه لفوق، خلاص كده بالنسبة لي بيت الفلتر اتفتح أهو. عندي زي ما انتوا شايفين فلترين، يعني فلتر متقسم وفلتر متقسم اللي هو بينهم وبين بعض اللي هو الخط الأبيض العريض اللي في النص ده. همسك بقى الفلتر، الفلتر بيتفك ازاي؟ اولا بصوا، يعني انا ده منضفوه من اقل من شهر وابتدى يكون اتربه تاني، فده طبيعي طبعا نظرا للجو بتاع بلدنا، طبعا ده حاجه طبيعيه جدا. بصوا بقى بيتفك ازاي، شايفين هو بيتعشق في الحته دي مسافه بس ما لمسته، شديته لفوق طلع. اولا سهل جدا جدا في ان هو يتفك، بمسكه بقى كده واشد اسحبه من المجرى بتاعته لبره زي ما انتم شايفين كده اهو، طلع معايا الفلتر. طب طريقه تنظيف الفلتر ازاي بقى؟ الفلتر زي ما انتم شايفين اهو دلوقتي، يا رب تكون الكاميرا موضحه، في بعض الاتربه ده من اقل من شهر متنظف، ده بينزل تحت ميه فقط من الحنفيه، تنزل التراب اللي فيه ما جبش عليه صابون، ميه فقط من الحنفيه، وهنزل الفلتر الاتربه من على الفلتر ويتنشف كويس جدا. طيب عشان ما اطولش عليكم هوريكم برجعه ازاي، هرجعه اهو هعشقه في المجرى بتاعته
هعشقه في المجرى بتاعته اهو ثانيه بالظبط كده، وهزق لجوه وهحط السنون بتاعته في التعشيقه بتاعتها، ركب معايا الفلتر وخلص تماما ومفيش اي مشكله. ده هيتعمل في الفلتر ده وفي الفلتر ده، وطبعا هنا في زي صمامات امان علشان اتاكد ان الفلتر بتاعي دخل وتركب في مكانه بشكل سليم وما فيهوش مشكله. ده بالنسبة للتنظيف الخاص بالفلتر. يبقى احنا كده النهاردة قلنا التكييف. يا جماعة التكييف ده هاي 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 ريكومند بجد، كويس جدا. عارفين ان الاسعار الخاصة بالتكييفات غليت، بس صدقوني هتدفعوا تمن وهتنسوا التكييف. الفترة الجاية ان شاء الله هنعمل لكم مقارنة ما بين تكييفات شارب وتكييفات فريش، وهننزل كمان ريفيو تاني عن تكييف LG، وبرضو من التكييفات المحترمة جدا 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 في اداء وكفاءة. بالنسبة كمان بنتكلم عن الكفاءة حاليا، ان الفئة السعرية حاليا لمعظم التكييفات المحترمة اللي هتعيش معاك وهتديك مستوى اداء وكفاءة عالية، بنقول ان احنا بنكتر شوية في السعر، بس الفئة السعرية هتخليني انسى التكييف من دماغي خالص، مفكرش لا الاف الصيانة ولا الكلام ده. انت بتنسى التكييف فعلا، جهاز بتجيبه وبتنساه، وللأسف الشديد بقى لا غنى عنه في الايام اللي احنا فيها دي فعلا، لان الجو بتاعنا اصبح صعب جدا. يا رب يكون الريفيو النهاردة عجبكم، يا رب يكون قدرت اوصل لكم كل الديتيلز اللي انا عايزة اوصلها لكم بالنسبة للتكييف. طبعا لو في حاجة محتاجيني أقولها لكم تاني مش واضحة، نكتب في الكومنتات تحت، وإن شاء الله ريفيوهات دي هنزلها لكم في أسرع وقت. شكرا لكم جدا لحسن استماعكم، وثانك